بعد عام على القرار الأمريكي لانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، جاء القرار الإيراني بتعليق تنفيذ بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق. ووفقا لبيان للخارجية الإيرانية، فإنه قد تم إبلاغ القرار رسميا في طهران لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا. كما أمهلت طهران الدول الموقعة على الاتفاق النووي 60 يوما لتنفيذ وعودها فيما يتعلق بقطاعي النفط والبنوك. من جانبه، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن انهيار الاتفاق النووي يمثل خطرا على العالم بأسره، مؤكدا أنه بعد انتهاء المهلة ستخفض إيران مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم. لكنه أكد في الوقت ذاته استعداد بلاده لأي مفاوضات. انهيار الاتفاق النووي خطر على إيران والعالم. طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن. سيكون هناك رد صارم إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي. وفي أول رد فعل على القرار الإيراني، حذرت وزيرة الدفاع الفرنسية من أنه في حال عدم احترام إيران التزاماتها النووية، فإن مسألة إعادة تفعيل آلية العقوبات ستكون مطروحة. أما الخارجية الصينية فشددت على ضرورة تنفيذ الاتفاق النووي بالكامل، وأن كل الأطراف تتحمل مسؤولية هذا. وجاءت التحركات الإيرانية بعد أيام من دخول قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني حيز التنفيذ، في إطار الخطوات الأمريكية لتصفير صادرات النفط الإيرانية، ما دفع الأخيرة للتلويح بإغلاق مضيق هرمز إذ ما حرمت من تصدير نفطها، بينما سارعت واشنطن بنشر حاملة طائرات وقاذفات فيما قالت إنه رد على عدد من المؤشرات والتحذيرات المثيرة للقلق من جانب إيران.